تويتر. السلام عليكم. اول حاجه الفيديو ده عشان نقول فيه انه ده حسابي الحقيقي في تويتر. بعدك حاجه بسيطه جدا عن حصل الليله. الليله تلاقينا مع المجلس العسكري في التغيير في المناصبتين، اتناقشنا حول تحديدا حول المجلس السيادي وتشكيلته وطبيعته. المجلس السيادي قلنا فيه انه وصلنا فيه لمفاهمه انه مبدئيا يفترض يكون مجلس مختلط، والمجلس العسكري بيتفق معنا في الخطوه دي انه هو يكون مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين. بدينا نقاش محدود حول عدد التمثيل، يعني التمثيل نسبته كم بين المدنيين وبين العسكريين. احنا في غوحية التغيير طبعا بنرى انه يفترض يكون المجلس اغلبيته للمدنيين، او يكون مجلس مدني بتمثيل عسكري محدود، والاخوان في المجلس العسكري شايفين انه يكون مجلس عسكري بتمثيل مدني محدود. بدينا التفاوض وطرحنا الاسانيد المختلفه وليه احنا عايزين كده، وهم كذلك بيطرحوا فيه اطروحاتهم. وصلنا للاتفاق واتفقنا انه بكره الناس حتيجي تاني عشان تحاول تصل لصيغه نهائيه حول موضوع مجلس السياده وحول عدد التمثيل فيه بين العسكريين والمدنيين.